مرحبا صغار الأطفال، اليوم لنزال في نفس المحور وهو المقارنة. لازلنا نقارن بين شيئين وقد تعلمنا في السابق الأطول من الأقصر، فما درسنا اليوم؟ هو أكبر وأصغر. أكبر وأصغر، فلنرى السؤال الأول ماذا يقول؟ أضع في خط مغلق أصغر فراشة وألون أكبرها. السؤال طويل، سأقوم بتقسيمه إلى جزئين. أضع في خط مغلق أصغر فراشة، هنا أتوقف وأبحث عن أصغر فراشة. أين هي أصغر فراشة يا أطفال؟ هل هاته؟ لا. أم هاته؟ لا، يوجد فراشة صغيرة، انظروا ما أصغرها. سأحيط هاته الفراشة بخط مغلق. ولماذا؟ لأن هاته الفراشة هي أصغر فراشة. أحسنتم. لنكمل الجزء الثاني من السؤال، ماذا يقول؟ ألون أكبرها، بمعنى أقوم بتلوين أكبر فراشة. أين أكبر فراشة يا أطفال؟ إذا كانت هاته أصغر فراشة، علي المقارنة بين هاتين، أيهما أكبر؟ هل هاته الفراشة أم هاته؟ أين؟ نعم، إنها هاته الفراشة، إنها هاته الفراشة الكبيرة، وهي أكبر فراشة في الفراشات كلها. إذن علي تلوين هاته الفراشة، فنقوم بالتلوين يا أطفال. هكذا أطفالي الصغار، أكون قد أكملت تلوين أكبر فراشة. هاته أصغر فراشة وهاته أكبر فراشة، أصغر وأكبر. لنمر إلى التمرين الموالي. أحسب العناصر ثم أقارن بين المجموعات بوضع العلامة المناسبة. هاته العلامات، هاته علامة أصغر، وهاته علامة أكبر، وهاته تساوي، وهي العلامة الأخيرة. نحن نعلم أن لدينا ثلاث علامات للمقارنة. هاته علامة أصغر، وهي تلتفت إلى اليسار، وهاته علامة أكبر تلتفت إلى اليمين، وهاته علامة تساوي. أحسنتم.
الآن سنقوم بالعد. سنعد حبات البرتقال. واحد، اثنان، ثلاثة. لنرى في الجهة الأخرى المجموعة الثانية. واحد، اثنان. هل الثلاثة أكبر من الاثنان أم هي أصغر؟ لدي ثلاثة ولدي اثنان. لهنا عنا زوز صوابع، لهنا عنا ثلاثة. هنا المجموعة اللي فيها أكبر من صديقتها، هنا المجموعة اللي فيها برشا أصابع، هاته أم هاته؟ نعم إنها الثلاثة. إذا الثلاثة أكبر من الاثنان. ثلاث حبات برتقال أكبر من حبتين. سأرسم هذه العلامة. ثلاثة حبات برتقال أكبر من الحبتين. إذا سننتقل إلى المجموعة الثانية وهي مجموعة الأسود. لنعد مع بعضنا. هذا الأسد الأول. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. توجد بالمجموعة الأولى ستة أسود. نكتب لهنا عدد ستة لكي لا أنساه، رقم ستة لكي لا أنساه. ننتقل للمجموعة الثانية. سنعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. سأكتب هذا الرقم هنا كي لا أنسى. لدي في المجموعة الأولى ستة أسود والثانية ستة أسود. الستة تساوي الستة. أحسنتم. سأكتب علامة تساوي لأن بالمجموعتين نفس الرقم. أحسنتم. لننتقل إلى مجموعة الألوان ونعد. هذا اللون الأول. اثنان، ثلاثة. المجموعة الأولى بها ثلاثة ألوان. أكتب رقم ثلاثة كي لا أنساه. ثم ننتقل إلى المجموعة الثانية ونعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. المجموعة الثانية بها أربعة ألوان. إذن هل الثلاثة تساوي أربعة؟ لا. وهل الثلاثة هي أكبر من الأربعة؟ لا. انظروا هنا المجموعة بها كثير من الألوان وهنا بها القليل. إذن ثلاثة. أحسنتم. جيد جدا. إنها أصغر من الأربعة. هكذا تكتب علامة أصغر. هذه علامة أكبر تساوي أصغر. أكبر تساوي أصغر. أحسنتم يا أطفالي. لقد تعلمتم بسرعة. اليوم تعلمنا درس أكبر وأصغر. إذن نلتقي في الدرس الموالي. إلى اللقاء.